السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نشرة إخبارية مفصلة من قناة حضرموت الفضائية، والبداية بأبرز العناوين. مجلس القيادة الرئاسي يعقد اجتماعا مغلقا حول تطورات الأوضاع المحلية. رئيس الوزراء يؤكد تحسين الخدمات الأساسية وتطبيع الأوضاع في عدن والمحافظات المحررة. محافظ حضرموت يدشن المرحلة الأولى للعام التدريبي 2023 بالمنطقة العسكرية الثانية. سوق الحرفيين في سيئون، عزوف عن البيع وإهمال يطال الحرف اليدوية. من الإيجاز إلى التفاصيل، أهلا بكم. عقد مجلس القيادة الرئاسي اجتماعا مغلقا برئاسة رئيس المجلس رشاد العليمي وبحضور جميع أعضائه سلطان العرادة وعبد الرحمن المحرمي وعبد الله العليمي وعثمان مجلي، وعبر دائرة الاتصال المرئي عيدروس الزبيدي وطارق صالح وفرج البحسني، وناقش الاجتماع مسيرات الأوضاع المحلية والخطط والسياسات التنفيذية للتخفيف من معاناة المواطنين وتعزيز وحدة الصف وجهود استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية. أوضح رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك أن الحكومة تعمل جاهدة على تحسين الخدمات الأساسية وتطبيع الأوضاع في عدن والمحافظات المحررة. جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن لمناقشة حزمة من الإجراءات المقررة من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى للتعامل مع المسيردات الراهنة في الجوانب الاقتصادية والمالية. وقال رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الحكومة تعمل بالتوازي مع معركتها ضد الانقلاب الحوثي على تحسين الخدمات الأساسية وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، بوصف ذلك إحدى أو أحد العوامل نحو تسريع استكمال استعادة الدولة. وبين رئيس الوزراء أن التحديات صعبة وكبيرة، لكن التغلب عليها ليس مستحيلا، بما في ذلك المستجدات الطارئة مع تداعيات الهجمات الحوثية في استهداف موانئ تصدير النفط الخام على الأوضاع الإنسانية وإمدادات الطاقة وحرية الملاحة الدولية. دشن محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة مبخوت بن ماضي بالمكلا، ومعه قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن طيار فائز التميمي، وعددا من الشخصيات التنفيذية والأمنية والعسكرية بالمحافظة المرحلة الأولى للعام التدريبي 2023 بالمنطقة العسكرية الثانية تحت شعار تعزيز الجاهزية القتالية لوحدات المنطقة العسكرية الثانية وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في حضرموت. وقامت الوحدات العسكرية في ساحل حضرموت من ألوية قوات النخبة الحضرمية عرضا عسكريا لإبراز الجاهزية القتالية العالية والكفاءة بأداء التدريبات العسكرية. وعبر بن ماضي عن اعتزاز السلطة المحلية في المحافظة برجال النخبة الحضرمية في المنطقة العسكرية الثانية، مشيرا إلى أن المعارك البطولية التي تحققت خلال انتصارات تحرير ساحل حضرموت من عناصر تنظيم القاعدة، متوجها بالشكر إلى قيادة التحالف العربي ممثلة بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على دعمها لقوات النخبة الحضرمية. بدوره أكد اللواء الركن طيار فائز التميمي حرص قيادة المنطقة على رفع قدرات المقاتلين البدنية وتنمية الإعداد النفسي والمعنوي وتطوير القدرة على إدارة المعارك بأعلى كفاءة عبر الدورات الأكاديمية والميدانية. أيها الأبطال، جنود وصف وضباط وقادة المنطقة العسكرية الثانية النخبة الحضرمية، تحظون باهتمام كبير لدى القيادة السياسية ولدى الحكومة ولدى السلطة المحلية بمحافظة حضرموت لما حققتم من نجاح في أداء مهامكم على مر الأيام والسنوات الماضية، وهذا يدل على الوعي
وأيضا حرصكم على حماية المؤسسة العسكرية من بؤر الحقد التي تحاول أو التي يحاول أعداء الوطن بثها في صفوف أفراد القوات المسلحة والأمن. ها نحن اليوم ندشن المرحلة الأولى من التدريب العملياتي والقتالي والإعداد المعنوي للعام التدريبي 2023 نحو تعزيز الجاهزية القتالية لوحدات المنطقة العسكرية الثانية وتثبيت الأمن والاستقرار لكافة منتسبي تشكيلات صرحنا العريق. الأخوة قادة الألوية والكتائب أيها المقاتلون، إننا في قادة المنطقة العسكرية الثانية نعمل على الرفع من قدرات مقاتلينا البدنية وتنمية الإعداد النفسي والمعنوي وتطوير القدرة على إدارة المعارك والتنسيق بين مختلف القوات بأعلى كفاءة، وذلك من خلال إعداد وتنفيذ الدورات الأكاديمية والميدانية المستمرة لذلك. ومن جانب آخر، اطلع محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي بالمكلا على إجراءات عملية ترسيم المركبات والدراجات النارية بإدارة شرطة السير بساحل حضرموت التي دشنت حملتها هذا الأسبوع لتعزيز الأمن وضبط المخالفين. وتعرف المحافظ من المدير العام للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد مطيع المنهالي ومدير إدارة شرطة السير العقيد معمر المشجري على الإجراءات والخطوات القانونية المتبعة خلال عملية الترسيم في أقسام إدارة شرطة السير. وأشاد المحافظ بالإجراءات القانونية والتسهيلات المقدمة للمواطنين في أقسام شرطة السير لتسهيل ترقيم السيارات والدراجات النارية، مشددا على استمرار حملة الترقيم بهدف تعزيز الأمن والانضباط وضبط المخالفات المرورية. أشاد وكيل أول حضرموت عمر بن حبريش بنجاح فعاليات المؤتمر الدولي لصحة الأم والطفل، التحديات والحلول الذي نظمه مؤتمر حضرموت الجامع خلال الفترة من 27 وحتى 29 من ديسمبر الماضي في مدينة المكلا، وما تضمنته مخرجاته من نتائج تستهدف تجويد الخدمة الصحية المقدمة للأم والطفل. جاء ذلك خلال لقائه بالمكلا اللجان التحضيرية والتنظيمية والعلمية والإعلامية للمؤتمر. وخلال اللقاء استمع الوكيل الأول من رئيس المؤتمر الدكتور علي باطرفي إلى شرح حول الجهود المبذولة من اللجان التحضيرية والتنظيمية والعلمية والإعلامية لنجاح المؤتمر الذي ناقش 26 ورقة علمية في تخصصات طب الأطفال والنساء والولادة وطب الأسرة والصحة العامة بمشاركة 350 من الاستشاريين والأخصائيين والأكاديميين والأطباء والباحثين من مختلف محافظات اليمن. وتحدث في جلسات أعماله العلمية 21 محاضرا بينهم 8 عبر منصات الفيديو المباشر من السعودية ومصر والعراق وإيرلندا وماليزيا. كرم وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر العامري بعثة نادي سلام الغرفة لكرة القدم المتأهل لمصاف أندية الدرجة الأولى. وفي حفل تكريم أشار الوكيل العامري إلى أن مثل هذا الإنجاز الرياضي الذي حققه شباب نادي سلام الغرفة مدعاة للفخر والاعتزاز وحافزا للأندية الأخرى، مؤكدا أن الرياضة تحمل رسائل أخلاقية وثقافية كبيرة، ويجب على الرياضي أن يكون خير سفير لتمثيل بلاده ومنطقته بما تمثله من قيم سامية وأخلاق رفيعة. وثمنت إدارة نادي سلام الغرفة هذه اللفتة التكريمية والتي تؤكد اهتمام السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت بالقطاع الرياضي والشبابي، وتشكل حافزا للإدارة واللاعبين على حد سواء لبذل جهد أكبر لتحقيق مستويات رياضية متقدمة. عقدت رئاسة هيئة التشاور والمصالحة برئاسة محمد الغيثي رئيس الهيئة اجتماعا مرئيا بحضور نواب رئيس الهيئة عبد الملك المخلافي وصخر الوجيه وجميلة علي رجا والقاضي أكرم العامري. واستعرضت رئاسة الهيئة خلال الاجتماع أهم الموضوعات المدرجة على جدول اجتماع رئاسة الهيئة
وفي مقدمتها أولويات عمل الهيئة في العام 2023 والتي ستتم مناقشتها في الاجتماعات العامة للهيئة. كما تابعت رئاسة الهيئة نتائج جهود اللجان المكلفة بوضع رؤية الهيئة لعملية السلام الشاملة والتهدئة السياسية وترشيد الخطاب الإعلامي واللائحة الداخلية المنظمة لعمل الهيئة. وخلال الاجتماع أكدت رئاسة الهيئة دعمها لمجلس القيادة الرئاسي وبذل مزيد من الجهد التي من شأنها تطبيع الأوضاع ومعالجة الوضع الاقتصادي والإنساني الصعب الذي تسببت به ميليشيا الحوثي ووصولا إلى تحقيق السلام الشامل. ناقش مجلس القضاء الأعلى بعدن برئاسة القاضي محسن بن طالب رئيس المجلس أوضاع المحاكم والنيابات بمحافظة شبوة والصعوبات والعوائق التي تعترض سير أعمالها واتخاذ المعالجات اللازمة بشأنها. واستعرض المجلس تقريرا عن نشاط صندوق الرعاية الطبية لمنتسبي السلطة القضائية والمتضمن لمحة عن نشاط الصندوق خلال الفترة الماضية والاحتياجات والمتطلبات اللازمة لاستمرار عمله وتحسين أدائه. وأقر المجلس تعزيز الصندوق بالمبالغ اللازمة وكلف المجلس وزير العدل بمتابعة التعزيز المالي الخاص بالعلاوات السنوية للسلطة القضائية التي أقرها المجلس في اجتماعاته السابقة. كما ناقش المجلس عددا من طلبات التقاعد المقدمة من عدد من القضاة وأقر إحالتها للجهات القضائية التي يتبعونها للدراسة وإبداء الرأي. يعد سوق الحرفيين من أشهر الأسواق الشعبية في مدينة سيئون لخدمة الحرفيين والمتسوقين من جهة ومن جهة أخرى. يهدف للمحافظة على الإرث الكبير الذي تركه الآباء والأجداد إلى أنه أصبح متهالكا لعدم صيانته منذ فترة زمنية طويلة، وعزوف البائعين عن البيع بداخله والاكتفاء بالبيع في سوق الجمعة الأسبوعي لحالة السوق المتردية. للمزيد نتابع في سياق التقرير الآتي. حينما ترى ما بداخله تشعر بالفخر وتعود بك الذاكرة إلى سنوات الزمن الجميل رغم إمكانياته البسيطة. فسوق الحرفيين هذا يستقبل زبائنه ومرتاديه على مدار اليوم، مستعرضا بضائعه ومنتجاته الحرفية من الأعمال اليدوية. احنا في سوق الحرفيين هذا سوق منتجات حرفية من قديم زمان يعني، ومنتجات كثيرة فيه، من الخوص، من جلد الأغنام، من إطارات السيارات، يعني التمر موجود عندنا، تمر من النخيل، وفي أشياء كثيرة يعني لا تحصى ولا تعد فيها. يسهم هذا السوق في الحفاظ على الحرف الشعبية في المنطقة من الاندثار، كونه يحتوي على أنواع عديدة من الخوصيات والفخاريات والملبوسات التراثية والأدوات المنزلية القديمة والمنتجات الزراعية التي تشتهر بها المنطقة. المنتجات الحرفية هذه تباع في الأسواق الشعبية، في الزواجات، في العصر، في المحلات، تباع بعض الأحيان بأسعار جملة في الأسواق الحرفية. لا تقتصر الأعمال الحرفية في مدينة سيئون على البيع وسط هذا السوق فقط، بل تمتد لتشمل سوق مفتوح صبيحة كل يوم جمعة يعرض خلالها الحرفيون العديد من المنتجات المصنوعة من الخوص والأعمال اليدوية التي يحيكها الرجال والنساء. بالنسبة لهذا السوق يقام الصباح يوم الجمعة من كل أسبوع بالنسبة لسيئون، ويبيعون المسارف والمحامل والقطيان كله من صنع النخل من ورق الخوص. هنا يلتقي الجميع في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة للبحث عن احتياجاتهم وبأسعار زهيدة جدا. أما عن السوق اليومي فهو بحاجة لتصميم هندسي يوازي الموروث الحضرمي حتى يصبح مكانا مميزا يسمح لعشاق التراث بالتجول بداخله وشراء متطلباتهم وتشجيع الحرفيين على اقتناء محل تجاري بداخله للحفاظ على الحرف اليدوية والتقليدية للمحافظة على الإرث الكبير الذي تركه الآباء
والأجداد. والآن ننتقل بكم لأخبار الطقس والحالة الجوية المتوقعة بمشيئة الله تعالى. ختام النشرة إليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. مجلس القيادة الرئاسية عقد اجتماعا مغلقا حول تطورات الأوضاع المحلية. رئيس الوزراء يؤكد تحسين الخدمات الأساسية وتطبيع الأوضاع في عدن والمحافظات المحررة. محافظ حضرموت يدشن المرحلة الأولى للعام التدريبي 2023 بالمنطقة العسكرية الثانية. سوق الحرفيين في سيئون، عزوف عن البيع وإهمال يطال الحرف اليدوية. السادة والسيدات، وصلت وإياكم إلى ختام نشرتنا لهذا اليوم، ولمزيد من الأخبار والتفاصيل تابعوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي @حضرموت تيفي. دمتم في أمان الله.